تعلم كيف تعبر، كيف تحكي. مشوارنا مستمر مستمعينا الكرام، صوت وصورة على موقعنا الإلكتروني mbc.net. طبعا ما اكيد مش mbc.net، بس انا معوده اقولا على mbc radios application، ولايف على الانستغرام على حسابي وحساب الكوتش، حسابي سيلفا صبرا الكوتش، حسابك لو سمحتي كوتش اندرسكور علا ULA. علا يس، عايزين نتكلم، عايزين نعبر، عايزين نبعبر. نعمل ايه؟ نعبر. هعلمك بتعبر يا اخي. طب مين ماسكك؟ عبر. اول شغله ممكن تقليها للي عم يسمعونا، طبعا في اسئله اليوم حضرتينا، اسئله مهضومه، عشان اسئله عميقه تحضروا شو عم تحكي والله. نسألها للناس. يلا خدوا رقم التليفون 011-26-89-1-22. شو عنا؟ طيب نبدي نشرح، يعطيني نبذه قبل الفاصل. طيب اول شيء هي المشاعر شنو؟ هي طاقه، والطاقه تحتاج ان توظف في مكان ما. صحيح صح. فإذا ما عبرنا عن المشاعر راح تنكبت هذه الطاقة في الجسم. فهي أولا تأثر على الجسم، ثانيا هي تكون نقطة جذب، فراح تجذب لنا من نفس الطاقات. نعم، ولهذا ممكن تشوفين تتكرر نفس المواقف مع عدة أشخاص. فالتعبير ضروري جدا حتى نحرر هذه الطاقة المكبوتة في الجسم ونتخلص منها ونحولها إلى شيء إيجابي. يا سلام. سلام، هذه الخطة اليوم، هذه الخطة. هسه راح ناخذ اول شيء مستويات، وبعدين راح نطلع مستويات. شو التعبير؟ المشاعر. علولو علولو، يلا حضروا حالكم. انه تنون الحنون 9-23. تعال نعلمك كيف تعبر وتعرف نوعية مشاعرك. اوكي حبيبي، وانا وياك شايف قصادي ملاك، عايش في جنة معاك، وازاي عمل كده كله في قلبي ليالي وانا بناديك، عايزك وبحلم بيك وبقول يا رب بلاقيك، وفي يومي لقيتك
تشير الدراسات إلى أن ارتداء الأقنعة يقلل من مخاطر انتقال الفيروسات، لكنها لا تمنعها تماماً. ومن الأفضل ارتداء الأقنعة السميكة مثل N95 الذي يمنع 95% من الجزئيات من المرور عبره. درهم وقاية. احجز عطلة الشتاء مبكراً ووفر حتى 25%. انضم مجاناً إلى برنامج الولاء ماريوت بونفوي التابع لماريوت الدولية لتحصل على فرصة زيارة أكثر من 250 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا مثل ريتز كارتون، سانت ريجيز، ألوفت، لو ميريديان، ويستن، شيراتون، ماريوت، دلتا هوتيلز وغيرها. إذا كنت تبحث عن عطلات شاطئية أو مواقع مميزة في المدن أو حتى عطلة نهاية الأسبوع فأصبحت تعرف العنوان. احجز عبر travel-offers.me. يعني أي وجبة دجاج من كودو؟ أقول لك ختمنا العروض، تراني بدق على العيال. دق. ألو يا عيال، في صوت ولا لا؟ أبا أقولكم على عرض، صدقوني ولا لا؟ 15 ريال، كودو ختم العروض. 15 ريال، أي وجبة دجاج جيبه في الحال، كودو طعمه ما يحتاج. بمناسبة 32 سنة الآن ولفترة محدودة، أي وجبة دجاج من كودو ب 15 ريال فقط. كودو ختمنا العروض. حمل التطبيق الجديد MBC Radios واستمتع بالصوت وبالصورة، وممكن تسمع بانوراما FM، MBC FM، Platinum Records، وناسا FM، ومود FM مع MBC Radios. استمتع بأجمل المنوعات. المشاعر كوتش. yes. المشاعر والتعبير والعنبر اللي ممكن يطلع منك عزيزي، كيف ممكن تعبر بشكل صحيح على حسب احتياجات المشاعر؟ كيف توظف مشاعرك وتعبر عنها؟ صح؟ هذا هو موضوعنا. طبعا بالبداية بس خلونا نفهم شلون بدأت انه احنا انفصلنا تقريبا عن نظام المشاعر اللي موجود بجسمنا أيضا من الطفولة، لأنه مثلا لما كطفل يبكي إذا أهله عرضوا البتشي مالته أو شافوا السبب مو مقنع، فرأسا راح تصير ردة فعل الطفل بأنه أوكي أنا ما لي حق بأنه أبكي، أو ما لي حق بأنه أعبر عن زعلي أو حزني أو غضبي إلى آخره من المشاعر اللي يحس الطفل أنه ما إلا حق يعبر عنها، فيصير انفصال. فنصير بعد ما نعرف شلون نعبر عن مشاعرنا، ولهذا رح نتعلم اليوم إنه شلون نرجع تواصلنا مع مشاعرنا ونفهم شنو مستوياتها ونعرف نعبر عنها. فأول شيء رح نحكي على مستويات المشاعر. عادة تشوفين مثلا لما يصير موقف يطلع عندك شعور معين، أو لما تصير مشكلة، فحتى المشكلة نفسها أو الخناقة نفسها تمر بمراحل. صح؟ صحيح. فالمرحلة الأولى حتكون الغضب والرفض، دائما أنه أول مرحلة أنه لا أنا دا أعبر عن غضبي ورافضة لهذا الشيء اللي صار. أوكي. سواء لشيء بيا أو بالشخص الآخر. المرحلة الثانية حتكون الألم، راح أحس بألم وخيبة أمل من هذا التصرف أو من هذا الشخص. أوكي. انت عم تعطي اكزامبل انه للمشاعر، ولا هي تدريجات؟ هيدي تدريجات المشاعر. ايه؟ اول وحده الغضب والرفض. اوكي. ثاني شيء راح شويه اهدى، فراح تصير انه اني دا اشعر بحزن من اللي صار، دا اشعر بخيبه امل من اللي صار، بس بطل هذا الغضب. المستوى الثالث راح يكون انه راح تبدي تطلع المخاوف وشعور عدم الامان اللي اوريدي موجود في داخلي، وطبعا هذا المستوى اللي نعتبره مستوى الهيلينج او التحرر، اللي هو لانه الهيلينج، لانه حتبدي تطلع مخاوفي، حبدي اعترف، يمكن ابكي. بهاي المرحله راح شويه تطلع المشاعر فتسمح لها بانه تتحرر. المستوى الرابع راح يكون انه لا، راح ارجع الى المستوى العادي، راح افهم، راح اشعر يمكن بالعطف وراح شويه اشعر بالحب سواء لهذا الشخص او لنفسي حسب الموقف. فاذا بصوره عامه هي هذه المستويات الاربعه. شلون نعرفها؟ راح نسال اسئله معينه انه هي تخلينا انه احنا فعلا نطبق هذه المستويات ونعبر عن كل مستوى بمرحلته، لانه
المشاعر الوحيدة اللي أقدر أحررها هي اللي دا أسمح لنفسي بأنه أستشعرها وأعبر عنها. The only emotion you can heal is are the emotion you can feel and express. طيب اليوم في إكسبرس مثلا مثل مشاعر الغضب أنت حكيتي عنه. بس في ناس الإكسبرس تبعهم أو التعاطي أو ردات فعلهم أو التعبير عن الغضب عن مشاعر الغضب سيئة صح أو مؤذية لإلهم وللآخرين. هل حنحكي كمان عن موضوع كيف توظفها وتستعملها لما بدك تطلعها لبرا؟ ما هم خلينا نقول مثل الكاب اللي تعبى فصار تعبيره مفرط طفح ايه طفح الكيل طفح الكيل فصار مفرط. طب لكن هذا الكاب اذا ما انتظر لحد ما يعبي اذا اتعامل مثل ما قلنا بكل مستوى او بكل موقف بهذاك اللحظة أو بالموقف نفسه فإذا ما رح يتعبى هذا الكاب اللي جوات. طب هل أنت عم تقولي أنه المشاعر اللي هلأ ذكرتيها من غضب لألم لحزن لمشاعر تقبل واعتراف إلى بعدين حب هل هي healthy هذه التدرجات أكيد اللي عم نحكي أكيد عنها؟ أكيد أكيد لأنه إحنا بالنهاية بشر والبشر الشيء الأساسي اللي من مكوناتهم هي المشاعر أو الإيموشنال سيستم اللي نسميه يعني إحنا إيموشنال بينج كائنات حسية مشاعرية فما نقدر نرفض هذا الشيء ولا ننفصل عنه هذا جزء من كينونتنا فأحسن طريقة للتعامل مع المشاعر هي أنه أن نتقبلها ونعبر عنها يعني مثلا حتى لو أني بالشغل صار موقف مع مديري مديري انتقدني بانتقاد حسيت بداخلي صار أكو غضب أو رفض صحيح هاي اجتك المشاعر يمكن ما راح أقدر أرد على مديري عشان ما تتفنشي بس التصرف الصح اللي ممكن أسويه أوكي أروح أقعد على جنب أو حتى أقعد بالحمام أقعد في غرفة لحالي أطلع برا أتعامل مع مشاعري باللحظة لأنه إذا تجاهلتها أو هربت من عندها راح تنكبت ومثل ما قلتنا الكبت مؤذي للجسد وأيضا يكون نقطة جذب سلبية فأروح على جنب وأقعد كل الهدف من هذه المشاعر هي هيك موجودة لكن كيف بتستعملها وبتطلعها شلون أستعملها بطريقة إيجابية ما خليها تنكبت بشكل سلبي شو الأسئلة اللي بتسأليها للناس؟ أسئلة خطيرة شو حنعرف من على الأسئلة؟ على كل مستوى حضرت سؤالين أو ثلاثة على كل مستوى من المستويات الأربعة اللي قلناها قبل شوية لأنه قد يكون مثل ما قلنا الناس شوية ما فاهمين مشاعرهم فهذه الأسئلة راح تساعدهم بأنه يفهمون ويطلعون هذه المشاعر يعني بدنا نقول إذا عبالك تعرف نوعية مشاعرك أو طبيعة مشاعرك أو تدرجات مشاعرك شو عندك أول شيء خليهم يختارون مثلا موقف مستفز صار لهم ليتلي أو بعد مأثر عليهم ونطلع لهم المشاعر اللي مكبوتة جواتهم من هذاك الموقف 0112689122 عملية التمرين بس عشان يفهموا يلا هسا راح نسأل أسئلة على المستوى الأول أكره عندما ما قال عنك ما بدي أتمرن الجاوب أنت مرة صدتيني بهذه المصيدة أكره لما بس هيك أكره لما إيه اختاري إذا تريدين موقف حدا يكذب علي أوكي أغضب جدا من الغباء لم أعد أحتمل تعصيب الغير أوكي هسا نجي المستوى الثاني أشعر بخيبة أمل من لاحظين هسا الطاقة شوية ما عندي شوي ما عندي خيبات أمل يعني ما عندي خيبات أمل صراحة يعني مثلا لما يصير موقف and you feel disappointed من الأصدقاء أوكي إيه أشعر بالحزن عندما أتذكر وفاة والدي أكثر شيء يجرحني هو دمعة قريب أوكي. أخاف من أخاف من ما بخاف من بكرة بس بخاف أفقد حدا بيعز علي ما يقلقني فعلا هو خليها بطلعي لي كل الكلاكيع اللي بنفسيتي ليش تبقى مقبوطة طلعيها حرريها ايه عيدة ما يقلقني فعلا هو ما يقلقني فعلا هو وضع البشر حلو طيب الذكرى اللي ترعبني يعني لما أتذكرها مرات حتى أتذكر أشياء من الطفولة خفت من هذا الموقف ذكرى ترعبني
I think في ذكرى ما بعرفها إلا علاقة بشي قط مخليني لهلأ عندي فوبيا منه. خافي منه؟ ما بطيئن. استغفر الله العظيم يعني هي خلقت الله بس أنه عن جد ما بحب شوفهم أبدا. أوكي. هي ومن ستحة وطالع فيتش كتير. خير. لا ولا تقمز عليك مثلا. طيب أنا آسف لأني لسه صرنا بالمستوى الثالث. يا أختي بس هيك كتير غميق الموضوع. أنا آسف لأني ما كانش غصب عني. آسف حبيبتي. آسف لأني خليني أعتذر لنفسي. أوكي. إنه أنا حطيتها بمواقف معينة خليت غيري to take advantage of. طيب سامحيني لأني معناتها أيضا على نفسي. لنفسي. سامحيني لأني كنت بوقتها بخاف. أوكي. أندم على ولا شيء. أوكي. أريد أن كون مليونيرة. أتأمل بأن يصطلح الكون. أشكرك لأنك بحياتي رب العالمين. أحبك لأنك سندي وظهري. سلام. خلص. برافو سلام. برافو. هاي بدها نومة من بعدها كتير نعست. كنت تقلي كرمالي عايش أنا. شو كنت تقلي بغرامك دايب أنا. شو كنت تقلي كرمالك عايش أنا. شو كنت تقلي بغرامك دايب أنا. كلامك وغرامك كلامك وغرامك شو غيرك اللي كل ما بتذكر كلماتك بيطير النوم بتذكر كيف شو
حينما يكون مصدر الإلهام واحد وتكون الصناعة بأيد يابانية فريدة شغفها الفخامة والرفاهية والأمان، حتماً إنها سيارات مازدا اليابانية ذات الفئات المتعددة CX-9, CX-5, CX-3 ومازدا 6. إبداع يشعرك بالتفرد. شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، الوكيل الوحيد لسيارات مازدا في المملكة. سيارات مازدا، دم واحد، نبض مختلف. أبا، سيارتي مخدوشة، عندي تهريب. المكيف مكتوم. يا ربي، حشرات منتشرة في الحديقة. ساكو عندها حلول لأي شيء تفكر فيه. لا يفوتكم شهر الحلول. للمزيد زوروا فروعنا أو موقع ساكو الإلكتروني. هلا ومية هلا، من وياي؟ شنو حاب تسمع؟ ومنو تهديها؟ تعال حبنا حب اتصال جديد واتصال جديد اتصال جديد على مودك واتصال جديد على مودك واتصال جديد كافي على مودك من 6 ل 9 اجمل المنوعات واخر الاخبار الفنيه وطلباتكم واهداءاتكم على البانوراما وهواية شغلات راح تعرفوها من وياي اني رازة. يلا مين بده يعترف ويطلع المشاعر؟ ما حللتيني من كل اللي أنا حكيته هلأ قبل شوي. هي مو مسألة تحليل، كيف هي مسألة هل أنا متوازني بمشاعري؟ هاي المشاعر اللي هي already موجودة بداخلك. طبعا لما تقعدين أنت ويا نفسك وتسألين نفسك هاي الأسئلة راح تحسيها أكثر من على الهوى، فراح تحسيها وتسمحين لهاي المشاعر بأن تطلع. هو الغرض بأنه احنا فأنا نعبر. لما لقيها وطلعها هل بتكون هي صح تطلع ولا هي غلط؟ هي شو بالضبط؟ هل هي مشاعر منيحة مش منيحة؟ في محلات زايد محلات ناقصة؟ بغض النظر إذا هي كانت سلبية أو إيجابية، لكن القصد بأنه ما نخلي هذه طاقة مكبوتة في الداخل، نعبر عنها سواء كانت مشاعر حلوة، مشاعر حب، مشاعر امتنان. مرات أكو ناس تستحي حتى تعبر عن الحب والامتنان، طبعا أكيد، فتكبت هاي المشاعر بداخلها. مثل ما قلنا كبت المشاعر معناها كبت طاقة، معناتها دا أذي بيها نفسي. فلهذا نحتاج نتعلم أولا نحس بهذه المشاعر، ثانيا نعبر عنها، يا أما مع الناس أو مع نفسنا. نقعد جلسة مع نفسنا نسأل نفسنا هذه الأسئلة، نستشعرها ونعبر عن هذه المشاعر. النفس العميق أيضا يساعد بأنه إحنا نتخلص إذا كانت أكو مشاعر مزعجة، أنه نظل نستشعرها، نسمح لها بأن تكون، نتقبلها، نحسها وين موجودة بالجسم، لأنه هي طاقة فتكون موجودة في مكان معين، عادة منطقة البطن أو الصدر أو الحنجرة. نستشعر وجودها، نتقبلها، وبعدين نتنفسها ونعبر عنها ونخليها تطلع. يلا في اتصالات، يلا ونتقبلها. وطي لنا صوت الراديو. ألو، أهلا وسهلا، تفضل. أهلا أهلا، كيف الحال؟ الله يسلم. طيبين؟ طيبين. أنت جاهز تعترف؟ أنا نفس البرنامج اللي قبل من أسبوعين، نفس الموضوع عجبني، ونفس اليوم نفس الشيء. نحن كل تنين مع الكوتش. شكلك ما بتسمعنا إلا كل تنين. شو اسمك؟ تعال سجل اسمك. أبو دانا. أبو دانا، ما بتسمعنا إلا كل تنين يا أبو دانا؟ لا والله بالصدفة والله. يلا أبو دانا، مستعد للأسئلة؟ كثير جدا. يلا سؤال الأول، أكره عندما يكون ذو وجهين. أغضب جدا من لما يكون شيء مو إله. لم أعد أحتمل أي شيء مو لي ولا إله أبد. طيب، أشعر بخيبة أمل من راحتي. أشعر بالحزن عندما أسكر عيوني وما أشوفه. أكثر شيء يجرحني هو اللي يجرح الشخص نفسه.
أخاف من؟ أخاف أنه يوم من الأيام أحضر نفسي لوحدي. أوكي. ما يقلقني فعلا هو بعد عني الذكرى اللي ترعبني كل مكان لا ذكرى. أنا آسف لأني وقت النوم ما أشوفه. سامحني لأني وقت النوم ما أسمع. أندم على وقت النوم إنه في باب لما أخش البيت أو أطلع أقفله. أحس إنه لما أقفله أقفل الشيء بيني وبينه. أوكي. أتأمل بأن عيوني ما تشوف غيره. أشكرك لأنك عرفتني وأنا عرفتك وأحبك لأنك أحببتني وأنا أحببتك. يا سلام عليك، ستطلع سلفا بالأخير. بخ. لأن بجد كوتش أقول لك شيء. قل لي. قسما بالله العظيم إنه حقيقة. شفت حسيت. أنا حسيت. مو مجرد إنه برنامج السلة فيه، لا، في أوقات الشخص لازم يكون صريح مع نفسه، مع ذاته، مع أهله، مع المجتمع، مع مين كان. هو الغرض أصلا يعني مو تسلية فقط، وإنما بالعكس ده نساعدكم إنه شلون تعبرون. شفت الأشياء هذه اللي تقوليها؟ هذه أشياء مقدسة، مو أشياء أكيد. روتينية. صح صح. أدير تحت بعد ما اعترفت عبد الرحمن. أبو دانا سوري. أنا مرتاح لأنه مرتاح هو. بس أنت مكفي على الشعر. لما تعبر عن مشاعرك تحس براحة صح؟ شوفي بقول لك حاجة كوتش، في شيء وحيد. إيه. لما يكون الشيء هذا اللي أنت عايش معاه تحسه كرة ثلج ومبسوط وبياض وكل شيء، أنت راح أكون مبسوط مهما كان، سواء إنه أنت إنسان مرتاح ماليا، عقليا، فكريا. المجتمع اللي حولك كله بيريحك مو أنت. صح. تحياتنا الكبيرة لك يا أبو دانا، والله أبدعت. اللي بعده. وديني المكان عدني أمان ما فيها حدا، علمني هواك من لحظة لقاك عمري ابتدى. ممكن لو سمحتوا تعلوا الصوت هون. يا حبيبي خدني معك، أنا عمري كله إلك، أنا قلبي عم يقشعك عم يسمعك ويقول وأنا زينك بدو إلو. يا حبيبي لو تسألوا بإلك إنك إلو باقي إلو. بعيونك كلام وبقلبك غرام، حسيت بدفى خليني بإيديك غفيني بعينيك حبيت الغفى. وديني المكان عدني أمان ما فيها حدا، علمني هواك من لحظة لقاك عمري ابتدى. اعترافات ثم اعترافات ثم اعترافات. ما
على سيرة المشاعر كوتش، من طرائف الأزواج بيقلك بيقول مستشار للعلاقات الزوجية، لأن واحدة من الأمور كمان اللي بتلعب دور بي مش تأجج المشاعر، ترتيبات المشاعر. مثلا زواج فيها الغضب، فيها التوتر، فيها القلق، فيها الحب، فيها كل المشاعر، كل المستويات، كل شيء، كأنك يعني يوم كامل مع الزوج أو الزوجة. فيقول مستشار للعلاقات الزوجية في إحدى الندوات الرجالية، تجرأت وطلبت من الحضور أنه يطلع ورقة أو كل واحد يمسك تليفونه ويكتب كلمة بحبك برسالة على أنه يبعتوها كلهم، يبعتوها لزوجاتهم. أوكي. طبعا تفاعل البعض، والبعض يعني في بعض منهم يعني بعد أقل من دقيقة بدأت القاعة تضج بالرنات. بعد ما بعتت الرسالة تبع بحبك من الرجال، بعد دقايق مش كلهم تفاعلوا، تفاعل البعض، ولكن بعد دقايق بلشت القاعة كلها رن. أوكي. تليفونات عم ترن، سيل من الردود من الزوجات، سيل من الردود. وكان من الردود ما قالته إحداهن: لأول مرة بتقلي كلمة بحبك، عشان هيك هعيش فيها اللي باقي من عمري. يا سلام، حارمينهم ليه؟ ليش حارمينهم؟ وأجابت الأخرى: اللي جرالك فهمني. أما التالتة فقالت: مش متطمنة، أنت في المستشفى ولا حاجة؟ ولا بتلعب بديلك يعني؟ ملك ملك. أما الرسالة الأطرف كانت على الإطلاق، فكانت من إحدى الزوجات أرسلت قائلة باستنكار: أبو عوض، موبايلك تسرق يا أخويا. أحبك حابها. يا جماعة، مين اللي اخترع هذا القانون إنه علاقاتنا ما بتقوى إلا بحرفين؟ لكن هول الحرفين واضح إنه أنتوا قد ما بلعتون صار الواحد مضطر إنه يطلعون، لأنه مرتبطين بهذه النوعية من المشاعر. صح. قال أحبك ملك. على سيرة الطرافة هذه، هلأ شباب بيرح كان يوم المرأة العالمي، ها، بعت لها بتحبها، بعت لها هلأ رسالة، وإذا قالت لك أنت مينون بيك شي، أنت بالمستشفى، موبايلك اتسرق، مالك أنت جنيت، عادي طنش، قلها لا صحيت، بعت لها بحبك وبس، كلمة تانية ما تقولي. المهم الله. الله يرحمك يا ذكر الله. الله. نرجع للمشاعر. 0112-6-8-9-1-2-2. صباح الاعترافات. بركي منلهيهم شوي على الكورونا، هنهلكنا من الكورونا. بركي منلهيهم بمشاعرهم. ألو، صباح الخير. ألو. ألو. أيوة، نتعرف عليك. صباح الخير. تفضل، مين معنا؟ معك يا أبو عبد الله من يا ريال. أبو عبد الله، جاهز للأسئلة اليوم والاعترافات؟ جاهزين إلى كوتش، ادخل عليه. يلا. أكره عندما
عندما أظلم. عندما أظلم. أغضب جدا من صراخ الطفل. لم أعد أحتمل المسافات الطويلة. أشعر بخيبة أمل من الظلم. أشعر بالحزن عندما أرى امرأة تبكي. أكثر شيء يجرحني الخيانة. أخاف من عصمة القلب. ما يقلقني فعلا هو الشيخوخة. أوكي. Don't worry. حيختار حبي. أنا آسف لأني لم أضع أهداف في حياتي. سامحني لأني لم أحبك بصدق. أندم على بس. يا ويلي عندك لسته تندم عليها وما ندم عليك. هيدا ليك دغري دغري على طول الجواب بده يكون نوال الزغبي. وما ندم عليك دمع الندم غالي خاطر عينيك. يلا. طيب اتامل بان ان اصنع شيئا يعني يكون للحب. حلو. أشكرك لأنك علمتني معنى الحياة. وأحبك لأنك احتويتني. سلام. شن رأيك المسج اللي يبعثوها أحبك لأنك تا تا تا. ايه بما انه دايما لما يقولوا بحبك ما بيعرفوا السبب. ايه انه بحبك ما بعرف. فهالمره خلينا نحدد. طب واي اكيد في, في اكيد بعد العشره مثلا اكتشفت فيني كثير اشياء فظيعه تحبني عشانها. صح. ما بعرف بس لا مش قادر احدد ليه بحبك. بس يمكن هذا راح يساعدهم انه يغوصون. شو رايك بابو عبد الله ويستنتج. ابو عبد الله هلا موجوع انت. والله يعني هو أكبر وجع أنه تحبي شخص أو أكثر من شخص والخنوق ما يبعدونك نفس الشعور. طب سؤال هلأ لما اعترفت أمام نفسك عندك استعداد تغير؟ لا. وليش اعترفت غير؟ ده يعبر عن مشاعره بس. طب هل التعبير ممكن يريح الإنسان ويغير شيء من نفسه عشان يبطل ينجرح بنفس الطريقة؟ أكيد. بس طبعا حلو لو سوينا هذه الأسئلة مع نفسنا أيضا. إذا تريدين تغيرين شيء بالداخل طبقي هاي الأسئلة على نفسك. فقولي لها أحبك، قولي لها سامحيني على أشياء معينة، ندمانة على شنو، خايفة من شنو، حتى نطلع كل هاي المشاعر اللي بداخلنا ونحررها. أوكي يا أبو عبد الله. لأنه نحن بعد الاعترافات عن جد بدنا حلول. طبعا. أوكي اعترفنا بس شو حسيت؟ ألو صباح الخير. ألو. أيوة نتعرف عليكي. مرحبا سمسم. أهلين مين معنا؟ شو أخبارك؟ معك وجد. وجد كيفك يا وجد؟ الله يسعدك. شو أخبارك؟ تمام. جاهزة للاعتراف؟ والله جاهزة. على فكرة شغلتيني فعلا عن كورونا لأني كنت ببحث عن كمامات الصيدلية. لحو فكنت على الموضوع. منيح. أنت عندك إنفلونزا حبيبتي؟ لا لا. طب خلاص في حدا بالبيت عنده؟ لا لا. طب خلاص ما بدك اياها. يلا غسلي ايديك منيح، غسلي ايديك منيح وعبري. وعبري. يلا تعال. يلا يا وجد. اكره عندما اكون ضعيفه. اغضب جدا من الكذب. لم اعد احتمل الضعف اللي فيني بعض الاحيان. اشعر بخيبه امل من الحياه بصفه عامه. أشعر بالحزن من لما أمي تروح عني. أكثر شيء يجرحني عذرا.
أكثر شيء يجرحني؟ أكثر شيء يجرحني الخيانة طبعاً. أخاف من؟ أخاف من الخيانة كمان. أوكي. ما يقلقني فعلاً هو؟ إني يعني لا سمح الله أموت أترك ولدي. أوكي. الذكرى المرعبة اللي ترعبني؟ انفصالي عن أبو ولدي. أنا آسف لأني أعتذر لولدي. سامحني لأني خليتك تعيش هالموقف. أندم على على سنوات من عمري راحت ما عرفت أستغلها صح، وصلت لعمر معين وندمان على السنوات اللي طافت. أوكي. أتأمل بأن إني أوصل كل شيء بإذني. أشكرك لأنك أشكر من الموجودة في حياتي. وأحبك لأنك أحبك لأنكم. طيب وجد، شايفة المشاعر اللي وصلتنا إحساسه. احنا كنا عن جد كلنا عم يوصلنا احساسه، وانت كمان تحديدا يا وجد. فهذه ايضا طريقة للتعبير عن المشاعر. انصحك تسوين هذه الاسئلة انت وقاعدة مع نفسك، لان حسيتك ممكن كبتي بكي او كبتي شعور معين حابة تعبرين عنه، فبليز سويها مع نفسك وخلي كل المشاعر تطلع. حابة تبكين ابكي، حابة تحكين كلام معين تعصبين، كلها خليها تطلع، عبري عن مشاعرك ان شاء الله. يا معناته نزلي لنا الاسئله. تفضلي حبيبتي، ممكن نسمع. كلمه فيها ايه حبيبي؟ تفضلي حبيبتي. كيب جوينج، يعني انت بتنشر الطاقه الايجابيه كل صباح. انا بركب سيارتي رايحه دوامي، بستمتع كثير لما بسمع صوتك حبيبه قلبي. تسلمي لي، يا رب يسعدك ربي. والدكاتره اللي بتجيبيهم كمان يعني رائعين جدا. وكي جوينج وباي. يلا باي. اوعك تروح هلا تجيبي لي كمامه، روحي على البيت، بوجهك على البيت. يلا. لو منحط اعذار للاخرين مستمعينا الكرام، لو اليوم فعلا يمكن اقسى واحد شايفه انت بحياتك او الام واحد شايفه بحياتك يجي هلأ مثلا يعمل هيدا التمرين، يمكن انت حتخجل من مشاعرك او كرهك لإله. كل انسان مخبي جواته رديت فعله اليوم الظاهرة وراها اشياء وكلاكيع لازم تطلع وتتعبر، وراها مشاعر يا اما شربها هو صغير، يا اما احداث صارت معه مخبيها، يا اما ظروف عم يقطع فيها ما قادر يقول لحدا. بس لو كل انسان اليوم عشان رديت فعلنا ما تأذي غيرنا، نعمل هذا التمرين أمام نفسنا ونطلع مثل ما قلتي كوتش، طلع مشاعرنا لبرا، نطلع مشاعرنا، نعبر عنا كل فترة وفترة. مهم جدا نسوي هذا التمرين، أولا مع الشريك، شريك الحياة، ثانيا مع نفسنا، حتى أنه أولا نقدر نفهم المقابل. أوكي، عندنا غضب تجاهها، نعبر عن هذا الغضب، بعدين راح تشوفون هذا الغضب راح يبدي ينزل، راح يصير خوف، يصير خيبة أمل، بعدين راح يبدي يصير أوكي بديت أفهم المقابل، وبعدين راح يصير التعبير عن العطف والحب آخر مرحلة. فنسوي التمرين مع الشريك ومع الذات ونخلي كل هذه المشاعر تطلع، نستفاد منها بشكل الله لما تعمليها أمام الشريك ويكون مثلاً في حدا تالت ويسألكم وتكونوا عن جد ناويين تقولوا الصراحة، أنت حتتفاجأ أنه الشريك حيقول إشي عنك أول مرة بحياته بيقوله، صح، وحتنبسطه، وإشياء تانية حتقولها عنك أنت حتنبسط أنه هي هيدي النوعين من الاعترافات. على فكرة بتنظف العلاقات بالضبط، غير الذات يعني بتنظف العلاقات. أنت ملاحظة أغلب العلاقات تكون الشخص واحد يعبر وعصبي والشخص الثاني no communication. ليش؟ لأنه هذا الشخص يظل يكبت المشاعر ما يعبر عنها، فكأنه أكو رابط بيناتهم لأنهم في علاقة. فهذا الرابط كأنه لما دا يعبي هذا الشخص يروح إلى الشخص الآخر، فالشخص الآخر يعبر بزيادة بطريقة ممكن تكون أحياناً أوفر. ليش؟ لأنه هو دا يعبر عنه وعنك. صحيح، حتى التعبير عن الرفض اليوم أنت بتتعلم ما تعصب لما يجيك شغلة، تقول لا من غير ما تعصب. بالضبط، تقول مثلاً لو سمحت بهذا الرواء ما بسمح لك تحكي معي هيك، بليز، أوكي؟
فهو غير أصلاً لما أنه ما بسمح لك وتشمر إيديك ردت فعلا مبالغ بيها لأنه أنت كابت. الطرف الآخر كابت. أيوة هلأ فهمت الخبرية يعني أنه اليوم المشاعر لما تترجم بشكل مبالغ فيه هذا دليل أنه أنت لازم تفرغها بعدين تتعامل معها. كتير عادي أنك تعصب نورمال هذا أحاسيس طبيعية نحن هيك بالضبط. ما فينا نضل 24 ساعة مبسوطين مين بالضبط. بضل 24 ساعة مبسوط بالضبط. هلأ أنا فكروني 24 ساعة مبسوط لا حبيبي أنا أبوز شبرين أحيانا بعصب من بعض الأمور بتنرفز هيدي مشاعر حلوة بتعطيك حياة مثل الحياة تصور الحياة صح. كلها حلوة كل الوقت وما في حدا بيعصبك إيه ملل مثل اللي نايم منسدح على كنبي وعم يحضر نفس المسلسل كل الوقت صحيح؟ أو نفس عم يعيد نفس الحلقة لا يلا بعد اتصال ألو ألو أنت آخر آخر اتصال يلا. آخر اعتراف يلا يا مسك ومع الأسف إنه أنا موضوعي يحتاج لوقت بس أنا بترك لك موضوعي أنت تقيميه وبعدين إيش تناقشي برنامجي شو هو موضوعك الموضوع إنه أنا عندي قضية في المحكمة لها سنة وثمانية شهور إلى تسعة شهور والقاضي بيعطي يعني بيتقبل أعذار واهية من المدعى عليه رغم أن القضية واضحة ويعني من جميع الجهات لكن القاضي بيسمع من المدعى عليه وكل ما يجيب مبرر يمشي معاه ويضيع شهر إلى شهرين وعلى هلوم مجرة القضية طالت إلى سنة وثمانية إلى تسعة شهور هذه قضية أولى بالمختصر عشان الوقت ما هو هذا إيه؟ القضية الثانية أنا عندي سيارتين قديمة كل بين فترة وفترة أحصل ورقة تشليح ورقة تشليح قلت خلاص إذا كان كده معناته أني أنا أتخلص منها وبيعها تشليح شو يعني تشليح سؤال تشليح إنه هي خلاص تنكبس حديد وتتلف طيب وبعد كده اللوحات اللي هي مقطع من المرور تبع السيارة تسقط من المرور أنا ساكن في مدينة جدة راجعت المرور أكثر من مرة يا جماعة الخير أنا اتخلصت من السيارة أو السيارات وأحتاج إسقاط اللوحات عشان لا تكون تحت مسؤوليتي والله موقف التشليح تعامل مع التشليح موقف إلين يجينا توجيه إلين يجينا توجيه فأحوالك واقفة عندك قضية وعندك سيارات ما عرفت تشلحها لا لا مو ما انا خلاص تخلصت منها تخلصت منها انا مشكلتي مو من السيارات انا مشكلتي يا اخواتي انا من النظام النظام هو اللي واقف على القناة لانه شيء واضح لكن النظام صاير ضدي فهذا ففي المرور يقولوا لي احنا ما نتعامل مع التشليح طيب كيف احنا والله خلينا نعبر طيب. خلينا نفسر لك هلا بداية واضح انه انت اليوم طريقة تعبيرك عن المشاعر فيها كبت كتير ما في نظام ضد شخص معين في نظام وبس صح. هلا طريقة تعاطينا مع هذا النظام وغضبنا منه هو اللعب الكبير صح كوتش صحيح شو عندك شو اسمك بس الموضوع. شو اسمك عزيزي احمد سعيد معك تفضلي اوكي طبعا مثل ما قلنا مستويات المشاعر انت اذا قعدت مع نفسك وخلينا نقول طبقت هذه الاسئله مع نفسك هذا الموقف اللي انت تقول عليه شنو محسسك من مشاعر فراح تبدي تطلع معاك مشاعر معينة أولا مثل ما نقول حيكون غضب ورفض أنت غضبان من النظام ورافض هذا الشيء بعدين لما تسمح لهاي المشاعر بأن تطلع حتوصل للمرحلة الثانية اللي هي أنت عندك يعني خيبة أمل من هذا السيستم أوكي ورما أيضا تسمح لخيبة الأمل بأن تطلع راح توصل للمرحلة الثالثة اللي هي أوكي بس أنا خايف إذا سويت هذا الشيء أنه راح أخسر أو خايف راح تطلع مخاوفك مهم جدا تكون واعي بمخاوفك اللي موجودة في داخلك تسمح لها بأن تتحرر وبعدين المستوى الرابع راح تبدي تتفهم هذا النظام وتقول أوكي خلاص أنا موجود في هذه الدولة فيها هذا النظام أنا يعني من واجبي بأنه أحترم النظام المكان اللي أنا ولا حلول تاني مختلفة وأفكر بحلول أخرى لكن إذا بقيت عالق في مستوى الغضب والرفض فما راح أوصل لنتيجة لهذا أحتاج أمر بكل هذه المراحل بالتسلسل أعبر عن مشاعري حتى أقدر أوصل لنتيجة إيجابية وإن شاء الله بتتحلحل أمورك أنا وجهي خير على النت يا أحمد إيه؟ هلا حتسكر معي حيقولوا لك قضيتك انتهت لصالحك إذا معك حق إن شاء الله أنا أتمنى تحياتنا الكبيرة
انا القضيه من اول وهله منتهيه، لكن انا مشكلتي مو مع المدعي، المدعي من حقه انه يبرر، لكن مشكلتي بالنظام والقاضي. انت مشكلتك بمشاعر غضبك عزيزي. انا بعتذر منك، مضطره انه اقفل انا وياك، لكن اسمعني من التليفون او سوري من الراديو، مضطرين نقفل انا وياك. بعد الكوتش عم تقول كل ونص مشاكلنا طريقة استخدامنا للمشاعر، صح كوتش؟ صح، لأنه هو رافض المسألة، لكن لما يتقبلها رح يقدر يلقي. مثل أنا مثلا مرة لقيت مخالفة على سيارتي بعد دقيقة، يعني أنا رايحة تحط مرق دقيقة كان نفسي أكله للي حط لي كان نفسي أكله للي حط لي إنه أنا هذا نظام. هلأ الرحمة والرأفة بترجع شخصية، صح، ما لها علاقة بالنظام. بس أنا كتير إنه قلت إنه وين الرحمة بهذا الموضوع، إنه ما في دقيقة، طب أعطيني مجال أتنفس أنزل الدرج طيب عشان أحط مثلا للبارتي. بس الرفض ما راح يحلج المشكلة، ما حل خلص، ما تتقبلين أن يموف أون، صح؟ طبعا أكيد، وإيدي فوق بقى عند الله حسبي الله. ختمنا المشوار نحن وياكم المستمعين الكرام، لحظات رح تكونوا مع الزميلة جيسي. أنا بدي أتشكرك، شكرا عن جل تهينا هلأ عن أخبار كورونا، هلأ بتذكرهم فيها جيسي. وتحية كتير كبيرة لكل أصدقاء أحلى صباح. لحظات رح تكونوا مع الزميلة جيسي ببرنامج بانوراما كافي، أما أنا والكوتش علا أذكركم بحساب على السريع coach_علا. إلى اللقاء.